كم عدد افراد العائله عمي؟ افراد العائله اربعه. زين عمي شنو الوضع مالك انت؟ ايش قد عندك البنات الاولاد؟ البنات عندي ولد وبنين. ولد معوق هسه. الولد معوق؟ معوق. هذا ابنك؟ معوق. شنو هي شغلته؟ شنو؟ عنده عجز برجليه. ها. ما يقدر يقوم بساعة سبعين يقوم تحضر تعرفه. زين انت شنو حالتك؟ انا جلطة دماغية. صار عندك جلطة دماغية، وراها صار عندك شلل نصفي؟ اي هو من عندنا صار الشلل النصفي. ها، وهسه رجليك جاي يشوفهم مرمى، جاي تراجع طبيب عمي؟ لا ما جاء، هسه على اساس اروح الحلة، وصفوا لي الدكتور هناك وما اعرف همش وين. وضعك المادي تعبان؟ ما عندك رعاية؟ كلش تعبان، عندي رعاية بس راتب. امس عاد استلمت راتب 219. مال كم شهر هاي؟ لو مال شهر واحد؟ مال شهرين. مال شهرين؟ مال شهرين. يعني انت بالمية معناها بالشهر. عمي انت راتب الرعاية ما يكفي. ما يكفي ولا اسبوع على قد ما اسبوع. المراجعة الطبية تكلف. تكلف. زين، انت عندك بالمدرسة اولادك بالمدرسة لو قاعدين؟ لا لا عندي اولاد بالمدرسة. بالمدرسة يا صف هسه راح للخامس. هسه راح للخامس، هو نفس اللي متأكد. ايوه متأكد. زين، عمي احنا